ما تقدم من كلام يرتبط بالمستوى الأول من العلاقة الوجدانية، أو بالأحرى من الآثار الوجدانية بسبب تلك العلاقة التي تحدثت عنها من أنها تكون في المستوى السطحي، وبينت السبب في تسميتها، إذ أنني لا أقصد التقليل منها، ولا أقصد الانتقاص من أهميتها، لأن هذا اللون من العلاقة والارتباط هو هذا المتوافر لنا جميعا. المستوى الثاني الذي تحدثت عنه بشكل موجز وقلت من أنه المستوى العميق بالقياس للذي قبله، وقائع وأحداث وتفاصيل ومجريات في بعض الأحيان قد تكون مفردة، حادثة واحدة تقع في حياة شيعي من شيعة أهل البيت. في هذه الأجواء إنني أتحدث عن أجواء المنظومة المهدوية الفائقة. قد تقع حادثة واحدة، أو قد تكون هناك سلسلة من الأحداث، قد تكون متقاربة، قد تكون متباعدة، قد تكون مترابطة فيما بينها، قد لا تكون مترابطة في حياة شخص واحد أو في حياة مجموعة معينة. وهذه الوقائع والأحداث والتفاصيل تترك أثرا قويا فاعلا في نفس هذا الشيعي، إن كانت حدثت له بشكل مباشر أو ربما تنتقل آثارها لقوتها ووضوحها وجلائها إلى أشخاص آخرين قد يكونون قليلين كثيرين، كل هذا يختلف باختلاف الملابسات الزمانية والمكانية والموضوعية. أورد لكم نماذج سريعة من مثل هذه الوقائع، وسأورد لكم نماذج لامستها عن قرب. مرادي من ملامستي لها عن قرب الملامسة المعلوماتية، بحثت عنها، تابعتها بنفسي، تأكدت من صحتها، قاربتها من الجهة العلمية والتحقيقية. وقائع تقع مع شخص ما، هذه الواقعة ستترك أثرا وجدانيا في نفسه، وتترك أثرا وجدانيا في نفوس الآخرين الذين تأثروا بها بحكم علاقتهم وارتباطهم بذلك الشخص أو بتلك المجموعة. سأختار أمثلة سريعة لتقريب الفكرة، فأنا لست بصدد إيراد وقائع، أنا أريد
أن آتيكم بأمثلة أقرب لكم فكرة الأثر الوجداني في إدراك وجود إمامنا. هذا هو مرادي، أنا لست بصدد سرد حكايات ولست بصدد الحديث عن أشخاص معينين، ولا أريد هنا أن أبرهن على واقعة بعينها. ربما هذه الوقائع آخرون يرفضونها، هم أحرار. مقصودي من هذه الوقائع أمثلة تقرب الفكرة للأثر الوجداني على نفس الإنسان في عقيدته وتواصله مع إمام زمانه الحجة بن الحسن. إنني أتحدث عن الواقع الشيعي، فمثلما حدثتكم عن المستوى السطحي من التواصل الوجداني، هناك مستوى آخر، وهذا المستوى الآخر هو من قبل إمامنا وليس من قبلنا نحن. ولكن مثلما ثبت دينيا وعقليا أنه من لج ولج، من لج ولج، يعني من ألح في طرق الباب وأطال المكوث وأطال الوقوف ولج بأدب وبحكمة، من لج ولج. وفي بعض الأحيان قد يلج الملجون من دون أدب ومع ذلك تفتح لهم الأبواب. ولكن فارق كبير بين اللجوج المؤدب وبين اللجوج الوقح، فارق كبير. أضرب لكم مثالا، حادثة سمعتها أنا شخصيا من الذي جرت معه. والاعتقادي أنه لا يمانع من ذكرها، لذا سأذكرها، وربما ذكرتها في برامج في سنوات سابقة وفي أحاديث سالفة. شيخ مهدي الفتلاوي من فضلاء الحوزة الدينية العراقية، وله مجموعة من الكتب والمؤلفات في شؤون إمام زماننا، فهو من الذين تفرغوا وتخصصوا في أخبار وأحاديث غيبة الإمام وظهوره، ومؤلفاته دالة وشاهدة على ذلك. من لسانه سمعت هذه الواقعة. كانت عنده مشكلة، ومشكلة عويصة، والحدث في الثمانينات، وأنا سمعت الواقعة من لسانه في وقتها في الثمانينات أيضا. كانت عنده مشكلة، ومشكلة عويصة، ولم يجد لها حلا. أعرفها المشكلة، هو حدثني عن هذه المشكلة، أنا لا أريد أن أتحدث عنها. كانت عنده مشكلة عويصة ولم يجد لها حلا. هو يقول: يئست من أن
أسلك سبيلا لحل هذه المشكلة، وهي ضاغطة عليه وعلى أسرته. في يوم من الأيام يقلب في كتب الحديث ووقعت عينه على الأحاديث التي يدور مضمونها حول كتابة رقعة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لقضاء الحاجة في زمان غيبته. هذا المعنى ورد في الروايات وورد في كتب الأدعية والزيارات، من كانت له حاجة وخصوصا الحاجات العسيرة يكتب رقعة إلى إمام زمانه. وتوجد صيغ، وحتى لو كانت الصيغة من عنده ولها طقوس معينة، أن توضع في كرة من طين كربلاء وأن تلقى في نهر، هذه التفاصيل المذكورة في مظانها. شيخ مهدي الذي جعله يحدثني بهذا الموضوع لأنني تحدثت عن ابتعاد حوزة النجف وعلماء النجف في وقتها، ونحن كنا قد التقينا في بيت أحد المؤمنين، فكنت أتحدث عن ابتعاد حوزة النجف وابتعاد مراجعها وعلمائها عن أجواء إمام زماننا. فجاءني بمثال فقال إني لم أسمع بهذا طيلة فترة وجودي في النجف عن وجود رقعة ورسالة تكتب إلى الإمام الحجة. هذا لا يعني أن أحدا لا يعلم بذلك، وهذا لا يعني أن أحدا لا يقوم بهذا الأمر، أبدا أنا لا أنفي هذا، وإنما تحدثت عن الأسماء المرموقة الكبيرة. والشيخ مهدي الفتلاوي كان في هذه المجموعات التي تصدت للمعارضة السياسية، كما أنا وغيري من شيعة أهل البيت في العراق، وكنا نعيش في أجواء في غاية البعد عن الإمام الحجة، إلا ما تعلمناه من ثقافة آبائنا وأجدادنا أو من لمحة ضعيفة أخذناها من أجواء المجالس الحسينية التي هي في غاية البعد كانت ولا زالت عن الثقافة المهدوية. فكان الحديث في هذا الجو، فساق مثالا فقال إنني ما سمعت بهذا ولا عرفت هذا في النجف، ولكنه بعد أن جاء إلى قم وتوجه في هذا الاتجاه، في اتجاه البحث حول شؤون غيبة وظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يقول حين واجهت هذا المضمون في الروايات في الأحاديث أن أكتب رقعة وأنا أعاني من هذه المشكلة، فقررت أن أكتب رقعة إلى إمام زماني أطلب فيها حل مشكلتي هذه، لأنني عجزت تمام العجز. يقول أخذت ورقة وقلما وكتبت رسالة إلى الإمام الحجة أطلب منه حل مشكلتي، وبعد أن كتبت الرسالة وضعتها على سقف الديلاب في الغرفة ونسيت
ونسيت الرسالة بعد ذلك، بقيت الرسالة على سقف الديلاب، يعني لم يمارس بقية الطقوس من وضعها في كرة طينية من طين كربلاء، من السلام على أحد السفراء الأربعة ومن إلقائها في النهر، مثلما يرد هذا في كتب الأدعية والزيارات في باب الرقاع. شيخ مهدي يقول: لا أدري، وبشكل سريع حلت هذه القضية المعقدة وحلت بطريقة وبأسلوب لا دخل لي فيها، بالنتيجة مشكلة عويصة جدا ومعقدة حلت، لا أدري كيف حلت. تفطنت بعد ذلك، بعد أن حلت المشكلة وأنا أقول كيف حلت، تفطنت إلى أنني قد كتبت رسالة إلى الإمام الحجة، وتذكرت بأنني ما ألقيتها في النهر، هي موضوعة على الديلاب، أسرعت إلى الديلاب الرسالة على حالها، لكنني أيقنت من أن الذي حل هذه المشكلة هو الإمام. الآخرون قد ينكرون هذا المعنى، ولكن بالنسبة له هو هذه القضية واضحة، هذا التواصل الوجداني واضح جدا بالنسبة له، حتى لو لم يكن حقيقيا، وإنما القضية حلت هكذا، حلت بطريق الصدفة، فلنعتقد هكذا. بالنسبة له هو، بالنسبة له وجدانا ثبتت عنده القضية. أنا هنا لا أريد أن أثبت الأمور بالوجدان فقط، نحن عندنا نمط شاشات متعددة، ولكنني أقول هل أن هذه الأمور حدثت جزافا؟ في الصورة الأولى حدثتكم عن المنظومة المهدوية الفائقة، فهل كل تلك التفاصيل التي مر الحديث عنها حدثت هكذا جزافا من دون إمام، من دون برنامج حقيقي؟ أنا جئتكم بمثال، حينما فتحت الشاشة الرابعة، حين حدثتكم عن التصميم الذكي Intelligent Design، هذا التصميم الذكي في الكون لابد له من مصمم ذكي، هذه المنظومة الفائقة التي تتناغم مع وجدان المؤمنين بها، وفي بعض الأحيان حتى مع غير المؤمنين، لأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة، هؤلاء الذين يشرفون على هذه المنظومة هو إمام زماننا، يريد أن يوصل رسالة إلى الذين ينتفعون من هذه الرسالة، أو إلى الذين تقام عليهم الحجج بهذه الرسائل. شيخ مهدي الفتلاوي كان قاطعا، هو يعرف مشكلته، وهو يعرف حالته النفسية حين كتب الرسالة وكيف توجه إلى إمام زمانه، وهو يعرف كيف حلت مشكلته بطريقة ليس وراءها إلا الذي كتبت إليه الرسالة. شيخ مهدي يقول: مرت أيام وكنت أمشي في الشارع وإذا بشخص يناديني، من هو؟ أيضا شخصية معروفة ولا زال على قيد الحياة.
سيد محمد الغروي، وكان آنذاك قاضيا شرعيا في قم، كان في سيارته وكان يناديني عبر نافذة السيارة، أشار إلي أن تعال واركب معي، فركبت معه في السيارة، تناولت معه أطراف الحديث، فأخبرته بهذه الواقعة وقلت له بأنني قرأت في الكتاب الفلاني الرواية الفلانية عن كتابة رقعة رسالة، وهذا الذي حدث معي. سيد محمد الغروي أيضا من فضلاء النجف، هو الآخر مثلما حدثني شيخ معدل الفتلاوي، هو الآخر لم يسمع بهذا الموضوع. مثلما قلت لكم أجواء النجف بعيدة عن إمام زماننا، ولا زالت، كانت ولا زالت. إنني أتحدث عن المراجع وعن العلماء، لا أتحدث عن عامة النجفيين، أتحدث عن المراجع وعن العلماء، أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هو الآخر لم يكن قد قرأ ذلك ولم يكن قد سمع بذلك. افترق شيخ مهدي يقول بعد أيام نفس الشيء، وإذا بالسيد محمد الغروي أيضا يناديني، وصعدت معه في السيارة فقال لي: تذكر يا شيخ مهدي قبل أيام حين حدثتني عن كتابة رقعة إلى الإمام، إنني حين رجعت إلى البيت فكرت طويلا من أننا بعيدون عن إمامنا، الإمام قريب منا، نستطيع أن نراسله، فنويت أن أكتب رسالة لإمامي، وأنا أفكر ماذا سأكتب فيها. الذي خطر في ذهني أن أكتب هذا السؤال: ما الذي يؤخر ظهورك؟ متى الفرج؟ ما الذي يؤخر ظهورك يا ابن رسول الله؟ يقول: وأنا أفكر بهذا أخذتني إغفاء، نمت، ما إن غفوت في عالم الرؤيا رأيت الإمام الحجة وهو يجيب على سؤالي، يقول لي: أنتم السبب. هكذا حدثني شيخ مهدي الفتلاوي بهذه الحكاية، وأنا أثق بشيخ مهدي تمام الثقة. الآن شيخ مهدي لما سمع ما سمع من سيد محمد الغروي سيتأكد له المعنى. إنني هنا لا أريد أن أحتج بالرؤى والمنامات، سأحدثكم عن الرؤى والمنامات، فأنا لا أحتج بها ولا أعدها دليلا أبدا، وأنصح أبنائي وبناتي: إياكم أن تأخذوا دينكم من الرؤى والمنامات والأحلام، هناك رؤى صادقة وهي قليلة جدا، سأحدثكم عن هذا الموضوع في الحواشي حينما نصل إلى تمام الحديث في الشاشة التاسعة. هناك مجموعة من الحواشي، حاشية من هذه الحواشي حديث عن الرؤية، حديث عن المنامات، باعتبار أن ذكرا للمنامات جاء في صور هذه الشاشات،
مثلما مر الحديث عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ومن أن الشيخ الصدوق رأى في منامه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يأمره بتأليف كتاب في الغيبة. هذه المطالب سأتناولها في الحواشي، فأنا هنا لا أحتج بالرؤى والمنامات ولا أحتج بالظنون، أنا أورد هذه الواقعة والوقائع الأخرى مثالا على الذين تكون لهم صلة بهذه المنظومة المهدوية الفائقة، تكون لهم صلة بشكل مباشر بشكل غير مباشر في أي مستوى من المستويات، وينعكس ذلك بوقائع، وهذه الوقائع تترك آثارا وجدانية في نفوسهم. هذه الآثار الوجدانية قد تكون بالنسبة لهم أقوى من كل الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، ولذا فهذه المساحة الوجدانية في ديننا في منهج الكتاب والعترة مساحة واسعة جدا، تارة تكون على المستوى الأول المستوى السطحي، وأخرى تكون على المستوى الثاني المستوى العميق، والتمييز بهذا الوصف لا للتقليل من شأن الأشخاص الذين يتواصلون مع الإمام الحجة بالمستوى الأول، ربما يكونون أقرب من أصحاب المستوى الثاني، وإنما سميت هذا بالمستوى السطحي وهذا بالمستوى العميق بملاحظة الأثر الوجداني الذي يتولد في قلب الإنسان. أعتقد أن المثال صار واضحا بالنسبة لشيخ مهدي الفتلاوي في هذه الواقعة، فإن الأثر الوجداني الذي تحقق في نفسه لعدة أسباب، السبب الأول مشكلته عويصة وملحة، السبب الثاني نيته الخالصة في الكتابة لأنه لا يملك حلا، السبب الثالث حينما حلت بطريقة لا يدري كيف حلت، السبب الرابع حين حدث السيد محمد الغروي، وكان الذي كان مع السيد محمد الغروي، هذا المعنى الوجداني انعكس في نفس شيخ مهدي، وانعكس ربما في نفوس آخرين من الذين يتفاعلون مع هذه المعلومة التي وصلت إليهم. هذه المعلومة معلومة مؤثرة، فحين سمعتها أنا شخصيا مع علمي بقضية الرقع والرسائل ومع اطلاعي على تفاصيل كثيرة لعلماء مراجع شخصيات تجار من خاصة الشيعة من عامتهم ممن كان لهم تواصل مع إمام زماننا بنحو مباشر بنحو غير مباشر، مع ذلك هذه معلومة أضافت إلى الحشد الوجداني الذي أحمله أضافت شيئا جديدا، وهكذا تضيف إليكم أنتم أيضا. هذه المعلومة معلومة
حقيقية صادقة موثوقة بدرجة 100%. أنا لا أريد أن أعرض عليكم نماذج لمطالب هي صحيحة وصادقة. نحن عندنا مؤلفات كثيرة ألفها علماء الشيعة ذكروا فيها الكثير والكثير من الأحداث والوقائع والمعجزات والظواهر التي كانت سببا لتوفيق مراجع كبار، علماء كبار، قادة كبار، شخصيات شيعية معروفة، شخصيات من عامة الشيعة، تدور في هذه الأجواء. إنما أردت أن آتيكم بأمثلة على الأقل بالنسبة لي، هذه الأمثلة أمثلة حقيقية حتى لو كذب بها الآخرون، لأنني كما قلت لكم لامستها عن قرب وقصدت من ملامستي عن قرب الملامسة المعلوماتية.